اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ابعاد اخرى. اسمحوا لي في بدايه الحلقه اني يعني اتقدم بخالص العداء لشهيد الشرطه المصريه والشعب المصري المقدم البطل محمد الحوفي، يتغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جنات، وعداء واجب للشعب المصري ولشهداء الشرطه المصريه. خلونا كمان نقول إنه هذه الأيام أيام تشهد مصر أعياد كثيرة على كل المستويات ولكل فئات الشعب المصري. يعني ما ننسوش إن هذه الأيام أيام عيد القيامة المجيد، وبنتقدم بالتهنئة لإخواننا الأقباط على عيد القيامة المجيد، كل سنة هم طيبين. أيضا حلول شهر رمضان المعظم بعد أيام قليلة، فإحنا بنتقدم للشعب المصري بتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان. في شهر إبريل كمان عندنا عيد كبير ومهم جدا للشعب المصري بكل طوائفه، هو عيد تحرير سيناء في شهر إبريل، ونتقدم بالتهنئة للشعب المصري، الجيش المصري، أبطالنا اللي شرفونا حرروا الأرض، وهذه ذكرى يجب أن يحتفل بها الشعب المصري. كل هذه الأعياد تأتي في ظروف يعني مصر تقاوم وتحارب، أنا بسميها ظروف حرب. مصر تحارب الآن يعني وباء شديدا، والدولة المصرية بتبذل الكثير من الجهد في مقاومة هذا المرض. ربنا ينجي الشعب المصري ويحفظ مصر ويحفظ المصريين. خلونا نبدأ حلقتنا إن شاء الله تكون حلقة جميلة وحلقة موفقة، وإن شاء الله يعني نقدم فيها ما ينفع المجتمع المصري وما ينفع الشعب المصري، خصوصا أن معايا ضيوف كبار. معايا عن يساري سيادة المستشار رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل. أهلا بسيادتك على شاشة الصحة والجمال، منورنا وكل سنة حضرتك طيب. وانت طيب يا فندم ربنا. وعن يميني معايا بقى الدكتور الطبيب الفنان الدكتور محمد الديب، استشاري العظام، استشاري جراحة العظام بمستشفيات التأمين الصحي، وهو كمان رئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية. خلينا سيادة المستشار نبدأ بالطبيب الفنان. طبعا. يطمننا عن الوضع الحالي لكورونا وكيف تبلي مصر الآن، يعني سو فار لحد دلوقتي إحنا مصر يعني بلاء الدولة المصرية في مقاومة هذا المرض والحد من الانتشار، إحنا يعني وصلنا لفين؟ موقفنا عامل إزاي؟ موقفنا مطمئن؟ عايزين نطمن أهلنا. والحقيقة الأول حاجة أن أنا بشكر جميع أجهزة الحكومة اللي بلاءها الشديد وتعاونها وعلى اتخاذ القرارات كلها، قرارات تفاعلها مع المجتمع المصري في تحقيق الترابط القوي ما بين أجهزة الحكومة وبين أجهزة الشعب في الوقت المناسب. فدي أنا بشكر جدا اتخاذ القرارات الإيجابية. احنا ماشيين كويس جدا، لكن في نقطة مهمة جدا ان احنا لابد ان يكون هناك تجاوب بين المواطن وبين أجهزة الحكومة. نعم. بمعنى آخر يعني احنا مثلا في عندنا بكرة إجراءات احترازية لمنع التجمع، واحنا بنقول ان لازم خليك في بيتك. ده حقيقة فعلا، مش بس في مصر، في جميع دول العالم، لان ده بيقلل فرصة انتقال هذه العدوى من فرد الى فرد. نعم. يعني انت في ضوء التقارير اليومية المعلنة عن حالات الإصابة وحالات التعافي وحالات الوفاة، كيف تقيم حضرتك يعني وضعنا الحالي؟ هل الوضع الحالي المصري كيف تراه يعني قياسا بباقي دول العالم؟ احنا طبعا مستوانا كويس جدا بالنسبة اتخاذ الإجراءات مبكرا، ادي واحدة. نمرة اتنين، تجاوب المواطن المصري الى القرارات الصائبة لأجهزة الدولة. نعم. نمرة اتنين. تلاتة، التجاوب الشديد في سواء كانت أجهزة الحكومة، تعاون زي ما حضرتك قلت بالنسبة للكوادر الطبية، مش بس الكوادر الطبية، لا الكوادر الطبية، وتعاون بين الجيش والشرطة، واخد بال حضرتك، في اتخاذ المناسب. لكن النقطة المهمة اللي احنا عايزين نقولها ان المواطن لابد ان يستمر لازم في التجاوب، لازم التزام، عشان ما يحصلش بيك يعني ايه؟ ان انا يحصل انتكاسة تاني بالظبط كده. فاحنا خلينا ماشيين على الاجراءات الصحيحة ان شاء الله.
مصر سالمة بإذن الله. خليني أسأل سيادة المستشار، يعني في ظل الأعياد اللي احنا موجودين فيها واحتفالات مصر بهذه الأعياد، مناسبات دينية ومناسبات قومية، والبلد كلها في حالة انتفاضة لتقاوم هذا الوباء، يعني أنا شايف بالزبط. حكومة وشعبا البلد كلها في حالة انتفاضة، الناس كلها حتى يعني حتى الناس اللي بتبدي عدم اكتراس في الشارع هي قلقانة وخايفة وبتسمع كلام الحكومة وبتنفذ هذا الكلام ولو على حد معين أو إلى حد معين. حضرتك كسياسي ورئيس حزب، يعني حضرتك مفروض ان انت متواجد مع الناس وبين الناس وهذا دور الاحزاب بالظبط. انت شايف ان المصريين فعلا بجد وصلوا لمرحله ان هم الوعي عندهم بقى بنسبه قد ايه في هذا الوقت من الازمه؟ طيب اسمح لي الاول من خلال البرنامج المحترم ده اتوجه بالتهنئه لشركاء الوطن الإخوة الأقباط في كل سنة وهم طيبين طبعا، كل سنة وبنقول لهم كل سنة وهم طيبين، وبرضه بنتوجه للعالم الإسلامي كله بمناسبة حلول شهر رمضان وبنقول لهم كل سنة وهم طيبين، وإن شاء الله يعني على مستهل الشهر يكون ربنا أكرمنا وخلصنا من الوباء إذا التزمنا إذا التزمنا. نرجع لموضوعنا وهو سواء دور الأحزاب في لا أنا بسأل حضرتك، أنت شايف استجابة الشعب المصري وصلت لحد مستوى قد إيه بما أنك في وسط الناس؟ بالضبط، يعني إحنا بالفعل بنعاني وجبنا بعض المحافظات عشان نعمل توعية على فكرة. ما أنا اللي بتكلم عليه حضرتك على الأرض، حضرتك بالزبط. شايف يعني في المحافظات بالفعل هو في بعض الاستهتار من بعض الأشخاص، ولكن الموضوع بجد موضوع خطير. الشعب المصري بدأ في الفترة الأخيرة أول ما بدأت الحالات تظهر بدأ بالفعل يلمس خطورة الموقف وبدأ يلتزم. يعني احنا أنا في أكتر من محافظة من بعد الساعة 8 ما بلاقيش حد، يعني بالفعل بيبقى فيه التزام شديد، يعني مش لدرجة 100%، ولكن بالفعل بدأت الناس تلتزم وتعرف مدى خطورة الوضع، وده أهم ما في الموضوع، وده يعتبر هو يعني الدور الاحترازي أو اللي نبهت به الدولة. أنا شايف إنه أجهزة الدولة بالفعل زي ما قال معالي الدكتور بالفعل قايمين بدور على أكمل وجه، عمالين ينبهوا، ورئيس الوزارة يعني تقريبا شبه يومي بيطلع بيان النهاردة في 112 حالة إصابة جديدة بالظبط، وفي 15 حالة وفاة بالزبط. الموضوع ما هوش يعني احنا وصلنا لقمة يا جماعة، الموضوع سيريس، الموضوع بجد خطير، يعني الناس لازم تلتزم وتعي ان هذا موضوع خطير يعني بالفعل لا يصح فيه التهاون بأي حال من الأحوال. وخلي بالك برضو انت لو قارنت نفسك بالدول العظمى اللي عندها إمكانيات عالية يعني بالفعل فشلت في انها تقاوم، نعم، وانت قدرت بفضل ربنا الأول ثم بفضل الدور اللي قايمه به الدولة مع وزارة الصحة بأمانة، يعني ترفع لها القبعة للدور والإخوة الأطباء اللي هم يعتبروا أو ما أطلق عليهم في جيش مصر الأبيض، جيش مصر الأبيض بالفعل يستحقوا كل تقدير واحترام، وليهم الفضل بعد ربنا في أنه يعملوا تحجيم لهذا الوباء. نتمنى انه الشعب المصري يستمر في الوعي ويتجنب الاحتكاك واللمة، نلتزم يا جماعة، في حظر، بمعنى كلمة نلتزم، نقعد في البيت نقعد في البيت. طيب حضرتك برضو بما انك في وسط الناس، في اكيد مش كل حاجة في الدنيا ليها يعني جانب سلبي وجانب إيجابي. كورونا على قد ما هو مهددنا، على قد ما هو يعني مخوفنا، على قد ما هو رعبنا وخلينا محترزين وبتاع، إلا إن كورونا أيضا له جانب إيجابي، يعني في إيجابيات
ظهرت بالظبط في المجتمع المصري في هذه الأزمة، وده معدن الشعب المصري، هو ده الوقت الذي يجب أن يظهر معدن الشعب المصري. نعم، هو عايزين نشجع الإيجابيات دي اللي ظهرت من الناس. بالظبط، هو فيها شقي. نعم، الشق الأول وهو يعني عارف قفل الأماكن اللي كانت تعتبر أصلا وباء، مثل الخمارات، مثل البارات، مثل الأهاوي اللي هي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يعني عارف في بعض الأماكن اللي تم قفلها في الفترة اللي عدت دي كانت استحالة تتقفل، بل بالعكس كانت كل يوم بتزيد. نعم، القهوة البلدي والحاجة والبراد دي اللي هي تعتبر بالفعل هي دي الوباء. ده شق. الشق الثاني وهو وده رأيك الشخصي يا مهندس بشار. نعم، حقيقة. والشق الثاني هو الأهم، وهو معدن الشعب المصري. نعم، انت عارف في حالة في البلد في الفترة دي تحديدا، وهي ايه ابرز الإيجابيات اللي انت لمستها من المواطن المصري يعني على كل المستويات، سواء دكاترة، ناس عادية، رجال أعمال؟ التعاون ومد الإيد. نعم، التعاون ومد الإيد للآخر. نعم، يعني عارف في مجموعات بتجوب المحافظات عاملين اللي عامل مبادرة تحدي الخير، اللي عارف كلها مبادرات رائعة بتظهر معدن الشعب المصري. بالظبط. نعم، بيعملوا، بقول لسعادتك عاملين حالة في البلد. أنا متهيألي مفيش حد دلوقتي قبل رمضان تحديدا هيبقى محتاج حاجة، كله هتبقى واصلة له كل حاجة لغاية بيته إن شاء الله. عارف حالة مطمئنة ومبينة معدن الشعب المصري الكريم، الجميلة، العادات والتقاليد الرائعة اللي افتقدنا جزء كبير منها بدأت ترجع تاني، وبدأ يبقى في تعاون حقيقي. نعم، بدأ يبقى في قرب حقيقي، بدأ تبقى في علاقات أسرية جميلة حميمة رجعت من الأسرة وإن احنا نقعد مع إيجابيات رائعة. طبعا طبعا. دكتور محمد الديب، بما انك استشاري جراحة العظام في مستشفيات التأمين الصحي، انا بكلم حضرتك قبل الحلقة في الامكانيات بتاعة مستشفيات التأمين الصحي نفيد الناس. ممكن مستشفيات التأمين الصحي دي في حالة لا قدر الله انه يكون في اصابة او اشتباه في اصابة، المواطن كيف يلجأ لمستشفيات التأمين الصحي او يعمل ايه؟ يعني مستشفى التأمين الصحي دي ممكن تكون اقرب حاجة ليه، او عيادة التأمين الصحي دي ممكن اقرب حاجة، او ممكن يفكر ما فيها من ناحية اقتصادية ان هي مش هيدفع فلوس ولا يعمل اي حاجة طبعا، ويروح فيعمل ايه؟ حضرتك وجه الناس. هو حضرتك طبعا في نقطة مهمة قوي واضافة لسعادة المستشار، ان وزارة الصحة خدت اجراءات احترازية واجراءات لمخاطبة المواطن، بحيث ان هو لو كان بيشتكي من صعوبة في التنفس أو في الإنفلونزا إزاي يقدر ففي خطوط تم وضعها الدولة ووزارة الصحة وضعها من الحاجات الوقائية، إن هو يقدر مجرد بالتواصل الاجتماعي أو مجرد بالتليفون أو مجرد إن هو يقدر يعرف الحالة بتاعته. لو حد بسيط واحد من أهلنا دكتور، ده واحد من أهلنا البسطة اللي هو مش هيعرف يروح على التواصل الاجتماعي، وممكن ما يكونش عنده امكانيه ان هو يتواصل تليفونيا او يعرف ارقام او حاجه، حد بسيط من اهلنا يعني هو بيفكر مثلا ان هو يروح المستشفى بتاعه الحكومه. بالظبط كده. تمام، مستشفى التامين الصحي. طوارئ حضرتك ايه؟ يعمل الطوارئ إيه؟ عندها كل الامكانيات بحيث انها تقدر تشوف وتستمع الى الجزء المهم قوي للمواطن اللي هو اللي جاي في ارتفاع في درجة الحرارة او في بعض اللي هنستكمل هذه النقطة مع سيادتك. معايا هاتفيا اللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض، استاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية. دكتور محمد، ازاي حضرتك؟ اهلا، كل سنة حضرتك طيب. الله يحفظكم جميعا، وانا بحيي الدكتور الديب وبحيي المستمعين على الموضوع الشيق اللي اخترته. معنا المستشار رضا ابو حج، رئيس حزب مصر المستقبل، ايضا في الاستوديو يا سياده اللواء.
اهلا يا فندم. اهلا 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 بيك يا دكتور، ربنا يخليك. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. سامعك. اي فندم. سامعينك يا فندم، اتفضل. اسأله. اي فندم. اتفضل يا سيادة اللواء، اتفضل حضرتك كمل الكلمة اللي حضرتك كنت عايز تقولها. فأنا بحييكم جميعا على الموضوع اللي أنت اخترتوه، وزي ما قلت لحضراتكم إنه موضوع كورونا ده هيبقى ده حدث تاريخي في تاريخ البشرية. يعني هيبقى في تاريخ ما قبل الكورونا وتاريخ ما بعد الكورونا. وده ينطبق على كل المجتمعات اللي في العالم كله. فيمكن على فكرة هيغير من تصرفات البشر بالكامل، وهيغير من النظم اللي احنا كنا بنستعملها، سواء كان سواء عاداتنا وتقاليدنا وطرق التعليم وطرق المحافظة على جهاز المناعة والصحة والحاجات دي كلها. يعني انا بتصوري مثلا، ما احنا ده احنا عايشين التجربة دلوقتي حالا، يعني محبوسين في البيت بنعمل ايه، كذا 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 بنعمل ايه، ده بنتعلم ازاي، الوزارة بتبعت لنا وتبقى اونلاين، ده لازم هيطبق. طب يا دكتور محمد، بما ان حضرتك فتحت موضوع ان احنا قاعدين في البيت، يعني علاقه طبعا القعده في البيت ما فيش الناس وراش بقى غير الايه، التسليه، الاكل والبتاع وناكل وكلام من ده، فهل السمنه ليها علاقه بالموضوع ده، بموضوع الكورونا والحاجات دي يا دكتور محمد والعمود الفقري؟ هل ليها علاقه السمنه؟ انا اقول لحضرتك يعني ننصح اهلنا بايه بقى؟ يعني نقعد في البيت، احنا قاعدين في البيت، طب ننصح اهلنا بايه؟ ياكلوا ايه، يعملوا ايه؟ ده البيت على فكره، قعده البيت دي مهمه جدا. يعني اي واحد عاوز يزود معلوماته، انا عارف انا بعمل ايه دلوقتي. انا اول مره اخد فرصه كبيره جدا ان انا اقعد اكتب كتاب. نعم. يعني انا بحب التاريخ، فبكتب دلوقتي كتاب عن صناع الحضاره الاسلاميه. نعم. مين هم الناس اللي حطوا بصمتهم في التاريخ الاسلامي اللي هو امتد على مدى من القرن السابع منتصف القرن السابع لغايه القرن ال 15؟ مين الناس دول اللي هم حطوا البصمات ونقلوها بعد كده؟ هي فرصه طبعا طيبه، هي فرصه طيبه ان انت تقعد في البيت، ليها ايجابيات، لكن انا بتحدث في موضوع انه القعده، الاثار السلبيه للقعده في البيت على الصحه العامه وعلاقتها بالموضوع ده. والله انا بقول لحضرتك حاجه، طبعا يعني يمكن احنا بنسمع كل يوم على فكره عن موضوع الكورونا وازاي بتقوي الجهاز المناعه عشان يقدر الجسم يقاوم، عشان احنا ما اكتشفناش لغايه دلوقتي اي دواء او اي مصل عشان نقدر يعني نقوي المناعه بتاعتنا ضده. المهم هنا انك انت علشان تقوي المناعه جسمك ضد او جهاز المناعه بتاع جسمك، عشان يبقى ده جهاز على فكرة خطير جدا. نعم. وربنا خلقه ده خطوط دفاعية للجسم ضد الميكروبات والحاجات دي كلها، لكن عشان تخليه بالتحية الصحية القوية اللي هو يقدر يعني يحارب كل الأخطار الخارجية اللي هو الجراثيم والميكروبات والفيروسات والحاجات دي كلها، لازم ايه نقويه. نقويه بإيه بقى؟ نمرة واحد بالرياضة المعتدلة. في حاجه اوعى تعمل رياضه زياده عن اللزوم. الرياضه المعتدله، العياده بعد كده يقول لك عندي جزء في ظهري وعندي جزء في عضل، ابدا. احنا بنقول الرياضه الخفيفه اللي هي ايه، بتحرك كل اجهزه الجسم بالكامل. نعم. ودي على فكره من الحاجات المهمه جدا اللي هي بتنشط المناعه وتديله القدره على والمرونه على تحريك الجهاز الحركي والحاجات دي كلها. وبعدين احنا بنقول المشي، حتى لو بتمشي نص ساعة في حوالين البيت، حوالين البتاع، يعني ايه، بحيث انك انت تحرك كل ايه الجهاز العضلي ده او الحركة. المشي في وقت الحجر يا دكتور، يعني المشي في وقت الحجر، يعني الناس هتقول يعني في حجر هنمشي ازاي؟ لا في ده ما دلوقتي اغلب الناس عندهم دلوقتي قرى صحية وبتاع الحاجات دي كلها، عايشين في القرى، حتى في يا دكتور احنا بنتكلم على الناس يا دكتور، يعني. يا دكتور احنا بنتكلم على الناس اللي هي يعني ساكنه في بيفرلي هيلز، احنا بنتكلم على عامه الشعب المصري. 80% من الشعب في البيت، يعمل تمرينات رياضيه في البيت، تمام. تمرينات بسيطه يحافظ على مفاصل الجسم، يقوي العضلات بتاع الجسم، مش كده وبس. وبعدين ما يزودش في الرياضه، دي اهم حاجه. نعم. وبعدين نمرة اثنين، نظام الأكل السليم الحلو، اللي هو على فكرة بقى ده مش محتاج بقى لا واحد لا غني ولا فقير. نعم. كله موجود. نعم. يعني لما أنت بتاخد الأكلة المظبوطة، احنا مش عاوزين طبعا ايه السمنة دي
خطرة جدا طبعا، هو ده السؤال يا دكتور، السمنة خطرة، يعني ندعو شعبنا ان هو يتبع الأنظمة الغذائية المظبوطة المعتدلة عشان موضوع السمنة. أشكرك اللواء طبيب محمد رضا عوض، أستاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية. اتفضل. عندي تعقيب وإضافة برضو لسعادة المستشار اللي قايله، وأنت حضرتك قلت له لمة البيت المصري. نعم. لمة البيت المصري دي أنا بعتبر زي ما حضرتك قلت كده الإيجابيات والسلبيات. طب أنا الإيجابيات إيه؟ الإيجابيات إن الأب قريب من الأم، قريب من الأطفال، ان انا فترة كويسة جدا عشان اقدر اشوف الطاقات اللي موجودة للشباب الصغير، اقدر ابرزها. استثمار، استثمار الوقت بقى كده، في اللي احنا هنقعده في البيت نستثمره ازاي، فترة كبيرة جدا ان انا اعمل لم الاسرة المصرية، وفي نفس الوقت ان انا اشيل موضوع القلق والتوتر وعدم التواصل بين افراد الاسرة. فدي من ضمن الايجابيات اللي لابد ان احنا نستمر عليها ما بعد الكورونا. خليني اسأل سيادة المستشار، يعني الناس، يعني جات لي كذا رسالة وناس كتير تواصلت معايا على دور الأحزاب المصرية، الناس اللي بتظهر يعني باللفظ أنا بقول لحضرتك بنق لحضرتك الصورة حقيقة التي وصلت إلي، أنه لفظا يعني كده كده لفظ كده من غير دبلوماسية هقول لحضرتك، بيقولوا لي أنه يعني الناس دي بتظهر أيام الانتخابات، بنشوفهم بيعملوا أعمال خير وبيصلحوا وبيوزعوا أكل وبيعملوا مش عارف ايه وبيساعدوا وبيعملوا لافتات و و و و، لكن في هذه الاثناء في الازمه اللي احنا موجودين فيها حاليا التي يعني لابد لكل فئات المجتمع المصري ان هي تتكاتف بالزبط. وراء القائد وراء الدوله وراء الحكومه المصريه عشان نعبر هذه الازمه، اين دور الاحزاب يا سياده المستشار في هذه الازمه؟ بص حقيقه أنا يعني في بعض المقولات هم معهم حق فيها، ولكن خلينا ناس منصفين شوية. الأحزاب المصرية عارف في حتة ارتكارية بتيجي حتى لبعض المسؤولين لما يخش له حد تابع للأحزاب المصرية ويتحدث أو يتصرف بناء على أنه قيادة حزبية أو في أحد المحافظات ماسك أمانة عامة أو بيتكلم بصفة حزبية. نعم. مع إيه يا دكتور ارتكارية؟ يعني في بعض المسؤولين يقول لك لا بعدنا على الأحزاب. لا يتجاوب مع المسؤول الحزبي، ما بيتجاوبش. لا لا يتجاوب مع بدي حقيقة. دي حقيقة وأنا بقولها. ومع ذلك وبرضه يعني برضو دي معوقات العمل الحزبي. في 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 بعض المسؤولين بيتحمسوا بيساعدوا، احنا مش عايزين مساعده الا مساعده معنويه. انا نعم. انا كقياده حزبيه رايح بتكلم او بعمل او بتكلم عن مشكله او او متمسك بتبني قضيه معينه في احد المحافظات. نعم. المفروض انا رايح اساعد المسؤول، أنا رايح أوضح له الحقيقة وفي نفس الوقت بديله الحلول. نعم. يعني المفروض أنا جاي أساعدك، أنا جاي أوجهك التوجيه السليم والصح، المفروض تاخد بكلامي مش تتعامل على إنك أنا أستكمل هذه النقطة، لكن معايا مداخلة هاتفية الكاتب الصحفي الأستاذ سيد محروس. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ سيد. أهلا بيك يا فندم، أهلا بضيوفك الكرام وأهلا بمشاهديك. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ سيد. الله يبارك فيك. استاذ سيد، يعني معايا هنا في الاستوديو سياده المستشار رضا ابو حجي رئيس حزب مصر للمستقبل، وهو واحد من الاحزاب الموجوده من اهم الاحزاب الموجوده على الارض فعلا، وبساله عن دور الاحزاب المصريه في اداره هذه الازمه ودورها في مساعده الدوله في اداره هذه الازمه، كيف ترى ذلك يا استاذ سيد؟ اولا تحياتي لمعالي المستشار صديقي واخويا. ربنا يخليك يا استاذ سيد. تحياتي ليك كتير، وتحياتي لحضرتك، وتحياتي للدكتور دكتور محمد الدين. نعم دكتور محمد الدين. اهلا بيك يا دكتور محمد. موضوع السؤال ده هو دلوقتي حاليا المفروض في مصر ما يقتصرش الموضوع على دور الاحزاب فقط. نعم. بل يقتصر على التلاحم الوطني من الجميع. نعم. لان عند حضرتك مؤسسات المجتمع المدني باكملها بتبقى اللي برضه لازم يكون لها دور كبير، وفي بعض منهم شايفينه بصراحه له دور ايجابي ماشي في الشارع كويس جدا جدا، بغض النظر عن الاشخاص اللي بتحب التصوير. وطبعا معالي المستشار
عارفهم كويس جدا. لكن حزب مصر المستقبل بصراحه برضو من الاحزاب المحترمه المتواجده على الارض في الارياف تحديدا وفي القرى الصعيد، وانا بشوف له مجهودات كويسه جدا وشفت له. انا لا اتهم احدا يا استاذ سيد، ولا يعني حزب مصر المستقبل، انا لا اتحدث عن حزب بعينه، انا بتحدث عن باقي الاحزاب المصريه وهي كثيره، يعني اسئله كثيره جتني. أيوة أنت يعني فين دور الاحزاب دي على الارض في هذه الازمه؟ كيف هو دور الاحزاب فقط؟ هو دور الاحزاب النهارده التوعيه ده رقم واحد. انت نعم. عندك مشكله كبيره جدا في الوعي. انت حضرتك الحكومه بتعمل سوادي، وبعض الناس من الشعب المصري بيعملوا فادي تاني خالص. الحكومه عامله تأهب وعامله استعداد وعامله استراتيجيه للمواجهه وكلام من ده. فانت عندك النهارده دور التوعيه. الاحزاب النهارده المفروض كل وحده حزبيه في كل شارع في كل منطقه اول حاجه تشتغل في التوعيه. مش هقول لك ان الاحزاب تروح تجيب مثلا مواد تعقيم وكلام من ده. اللي يقدر وليه لا ما يجيبوش مواد تعقيم ويجيبوا ويساعدوا الشعب المصري، في فئات في الشعب المصري يعني الحكومه بتدعمها يا استاذ سيد. طب ليه الاحزاب دي ما تدعم يعني فلوس الدعايه وفلوس الانتخابات دي ما تطلع دلوقتي الناس تستفيد منها في هذه الازمه، الناس الاشد احتياجا؟ لا بص يا فندم، اللي بيشتغل انتخابات وعايز يلعب انتخابات هو كده كده لا يصرف له 3 4 5 مليون جنيه على الصور وعلى اليوفط في الشوارع وما يطلعش 2 جنيه لـ طيب هو طب وهو الكلام ده هو الكلام ده ينفع يا استاذ سيد؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. دور التوعيه يا فندم، انا بكلم حضرتك في التوعيه. لازم يكون في وعي، لازم يكون في ثقافه سياسيه. نعم. النهارده لما بنشوف الدول الخارجيه الاحزاب بتاعتها بتعمل ايه في الشارع نتعلم شويه من الايجابي منهم. نعم. فبالتالي حضرتك انا اقل تقدير مش عاوز منهم فلوس عشان الحاله الماديه. مش كل الاحزاب حضرتك معاها رجال اعمال تقدر تبول النشاطات اللي حضرتك بتتكلم عليها. نعم. فاقل تقدير عندهم كوادر شبابيه محترمه تنزل توعي الناس. انا نعم. النهارده يا جدعان الدوله بتقول لي ممنوع التنزهات عشان التجمعات، والاقي حضرتك من 3 ايام طريق العين السخنه مكتظ بالناس. نعم. والعربيات واقفه رايحين برضو مصايف. طب ما انا عامل عليك انا كحكومه او كدوله بخاف عليك. ليه الاحزاب دي بقى ما تنزلش حتى تساعد في هذه التوعيه؟ وده يبقى برضو جزء من التوعيه ان احنا نرد على الشائعات اللي هي يعني تطال مصر في هذه الازمه يا استاذ سيد. يا فندم لا ده شائعات، ده بقى موضوع تاني خالص. نعم. ما هو انا النهارده حضرتك لما هيكون في توعيه وفي ثقافه هقدر انا كمتلقي للشائعه احللها في دماغي. يعني على سبيل المثال من 3 ايام جت حضرتك بوست انا سامعك اتفضل. جه بوست ثابت منشور ثابت على الفيسبوك ان مسجد فاضل في مدينه 6 اكتوبر كان في تجمع فقلنا دي صلاه جمعه، وبعدين دخلنا لقينا تصوير فالناس الحكومه منع الناس من صلاه الجمعه وبتعمل تصوير، وده طبعا ما حصلش خالص. ده كان الدكتور علي جمعه وهو الراجل صرح بالموضوع ده بنفسه ونفى الشائعه دي. الدكتور علي جمعه بيعمل حلقات رمضانيه ومعاه 2 من المصورين داخل المسجد فقط لا غير، حلقات لرمضان عشان اللي قاعد في بيته يلاقي ماتيريال ويلاقي برامج مفيده يقدر يتفرج عليها في رمضان. ما هو ده من ضمن حضرتك الشائعات. فانا بتكلم هنا في المقام الاول الوعي عندي حضرتك. لما يبقى عندي وعي كامل سواء بقى من الاحزاب او دور الاعلام او دور الصحافه، في الحاله دي لما هتلقى شائعه هعرف حضرتك اتعامل معاها، اعرف افرزها، اشوفها رايحه لفين، هعرف اشغل دماغي فيها. نعم. لكن انا النهارده الشائعات دي خلاص انت بقى عندك متربصين، لا ده لا محال خلاص. اشكرك يا استاذ سيد الكاتب، شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي سيد محروس، شكرا جزيلا على المداخله. اللي كنا بنتكلم فيه يا سياده المستشار يعني حرب شائعات شغاله على مصر. يعني انا بقول انه طالما احنا في ازمه، يعني انا شفنا في التاريخ المصري لما بيكون مصر في حاله ازمه، في حاله حرب، في حاله ازمه، بنلاقي تكاتف من الناس كلها، يعني بكل شرائح المجتمع. بص طيب انت كاحزاب بتطالب ان انت يكون لك دور في هذا المجتمع، انت كحزب في الاخر بتفرز السياسي الذي يمثل الشعب المصري في البرلمان اللي بيشرع له قوانين حياته. طيب انت عشان تطال هذا الدور او توصل لهذا الدور ليه ما بتشتغلش على الارض في ظل ازمه موجوده دلوقتي؟
بص انا مش انا هتكلم على حزب مصر المستقبل ودوره في الفتره اللي فاتت اللي قدرنا نعمله في الفتره اللي فاتت في ويكون ده يعني قدوه. أنا بتمنى ان كل الاحزاب تحظى نفس الحظ بالفعل انه كل الاحزاب كل اللي عنده مقدره يقدم حاجه للبلد. على فكره البلد تستحق انه كلنا نبقى ايد واحده وكلنا نقف ونقدم لها ولو البسيط. نعم. انا بالفعل انا برضو اسمح لي من خلال برنامجك اتفضل يا فندم ان انا اتوجه بالشكر لكل امانات حزب مصر للمستقبل على مستوى الجمهوريه وعلى الدور اللي قاموا به في الفتره دي سواء من تعقيم مدارس سواء من تعقيم مساجد دي حاجة جميلة سواء جداً. من تعقيم قرى سواء من توزيع بعض المطهرات وبعض يعني انا عندي امانات يعني في بعض الامانات عامله كشك بتوزع الـ الـ المنتج ده بتطهير مجاني لبعض الـ 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 الغير قادرين. في بعض المحافظات زي الاقصر زي انا زي الشرقيه زي الغربيه يعني في 6 اكتوبر عاملين يعني قايمين بدورهم الاجتماعي على اكمل وجه. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. هو ده تحديدا اللي احنا بنتكلم خلي فيه. بالك انا شايف نعم. برضو على الارض في احزاب اخرى يعني نعم. انا ما بعممش يا دكتور يا سياده المستشار بالزبط. انا مش بعمم انا بتكلم في يعني احنا يعني لو انا عديت عدد الاحزاب لحضرتك الموجوده الاحزاب الموجوده المعتمده الموجوده في الاحزاب المصريه هتلاقي العدد يفوق يعني انا معاك هو تقريبا 104 حزب ولكن الموجود على ارض الواقع يعني من 10 ل 15 حزب اللي ليهم تواجد وليهم مقرات على مستوى الجمهوريه على مستوى واسع شويه بتهيألي 15 كتير او 10 لا لا مش كتير. كتير لا مش كتير لانه الاحزاب الجديده في بعض منهم الاحزاب احزاب قويه نعم. يعني وليها تواجد بالفعل واحنا بنلمس ده في تواجدنا وتنقلنا في المحافظات. لا في احزاب رغم اتفضل عدم ايوه الدعم المعنوي واللي احنا اتكلمنا فيه هي دي يعني في معوقات للموضوع ده يعني بالزبط. رغم دي بتخليني اقول على طول ان في معوقات للعمل الحزبي بالزبط. بالزبط. في الموجود في دلوقتي في البلد مع انه المفروض اللي قادر على التجمع واللي قادر على لم الناس حواليه هي الاحزاب المصريه نعم. هي الاحزاب السياسيه نعم. فالاحزاب السياسيه هي اللي عندها المقدره على حتى لو يبقى في مبادره هم اللي بيقدروا يجمعوا الناس هم اللي ليهم أماناتهم وليهم مريديهم وهم نعم. اللي يقدروا يعملوا حاجة يعني بيظهر ده لو هم عايزين فعلا بالزبط. يعملوا كده بالظبط لا خلي بالك لما يطلب منهم وياخدوا الضوء الأخضر بيعملوا ياخدوا الضوء الأخضر بيعملوا انا يعني لا يعني هو احنا لازم نستنى لا يا فندم الدولة ما اقصدش كده تقول لنا لا 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 او حد يقول لا لنا لا انا مش محتاج اعمله لا بالعكس طب ليه ما بينبعش ده من داخل خلي بالك السياسيين الموجودين خلي بالك ده نابع وشغالين بس بقول لك بلاش المعوقات يعني بلاش ايه هي المعوقات يا سيادة انا قلت لحضرتك انا في بعض المسؤولين سواء في المحافظات او اول ما تجيب السيره القياده الحزبيه ويقول لك لا يا عم خليني بعد الاحزاب نعم. يا عمي انا مش جاي اخد منك حاجه ده انا جاي اساعد اديني فرصه ان انا اقدم اللي عندي نعم. سواء من مشوره سواء من مذكره فيها تبني قضيه معينه انا بوضح لك الصوره نعم. سيبني اوضح الصوره اللي انت محتاج من خلالها تقدر تحط ايدك على المشكله وتحلها نعم. هو ده اللي احنا محتاجينه. خلي بالك الأحزاب عندنا يعني أنا من ضمن ائتلاف الأحزاب المصرية وإحنا تقريبا 40 حزب نعم. ولينا دور وشغالين ولينا تواجد في كل المحافظات بناء على عدد الأحزاب اللي موجودة وعاملين كتلة كويسة بنحاول ليه ما يبثقش عن هذا التكتل الحزبي مبادرة مثلا
مبادرة من الأحزاب المصرية لمساندة الشعب المصري، 30-40 حزب، دي يعني قوة كبيرة بالزبط. يعني وقدرات أيضا. أنا يعني أتمنى قوة وقدرات أنا على حزبية فكرة يعني كل حزب عنده قدرات أنا مادية ده. وبشرية. خلي بالك كل ليه حزب لا ينبثق، ليه ما ناخدش البرنامج ده يكون منصة إن احنا نطلق مبادرة حضرتك تتبناها أو أيا من الناس يتبنوها من الناس الموجودة في التكتل الحزبي ده، مبادرة لمساعدة الشعب المصري في هذه المحنة، نساعد بلدنا، نساعد الحكومة، نساعد الدولة، ونساعد أهلنا. بالضبط. أنا مع سعادتك. أنا هل أتمنى هل في أي نوع من هذه المبادرات تم مناقشته ما بين بالضبط في كتير يعني نعم. هي برضو بقول لسعادتك أنا من خلال برنامجك بوجه نداء للزملاء كلهم في الأحزاب المصرية، يا ريت نحط إيدينا في إيدين بعض، نتبنى مبادرة وهي مساعدة حتى العمالة الغير منتظمة أو أي جهة الناس اللي محتاجة، وقفنا جنبهم نحط إيدينا في إيدين بعض. بعد ما كل حزب شغال لوحده نحط إيدينا في إيدين بعض ونتوجه على أساس نقدر نساعد حاجة مع الدولة ونقدم حاجة لبلدنا ولوطننا. انا عندي انا على اداء اتم الاستعداد ده 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 دي حاجه جميله منك سياده المستشار، ودي دعوه على الهواء لكل الاحزاب المصريه. سياده المستشار رضا ابو حج بيقدم هذه الدعوه لعمل مبادره نساعد الدوله المصريه، نساعد اهلنا، نساعد الشعب المصري. انا معايا على الهاتف الدكتوره فاطمه الشناوي استشاري الامراض النفسيه. اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ كل سنه حضرتك طيبه. الحمد لله الحمد لله. دكتورة فاطمة، بما انك استشاري الامراض النفسية، كيف يعني اثر فيروس كورونا على الصحة النفسية للمواطن المصري؟ هل من تأثير لكورونا على الصحة النفسية والعلاقات الأسرية؟ طبعا طبعا أكيد. وكيف نواجه هذا التأثير النفسي يا دكتورة؟ هو الحقيقة بما ان الناس قاعدة في البيت وقت كتير يعني نعم، ففي نوعين من العلاقات. العلاقات السليمة الكويسة بتتأكد في طول القعاد وفي البيت مع بعض يعني، اما العلاقات اللي هي اساسا ما هياش كويسة او فيها مشاكل او فيها توترات بتزيد حدة التوترات لما الناس تقعد مع بعض نعم، فبالتأكيد بيبقى تأثير نفسي. لكن بنأمل يعني ان الناس تتعايش مع الفترة دي بحيث ان هم تمضي بسلام يعني تمشي بسلام لغاية ما ان شاء الله ربنا يعني ينجدنا من موضوع الكورونا دي. ايه اهم يعني النصائح اللي حضرتك بتوجهيها للناس لتجاوز الآثار النفسية لهذا الفيروس؟ والله لو الناس لو حد ضروري الناس حياتهم بتاخدهم الشغل يعملوا ايه يعني يعملوا الحياة. ايه خصوصا في ظل ان هم بيقعدوا فتره كبيره في الحجر وفي البيت والحاجات دي. ايوه فالناس اللي عندها هوايه تبتدي ترجع لها ممكن تكون نسيتها، يعني لو حد بيحب التطريز مثلا ستات، لو راجل في رجاله عندهم هوايه النجاره مثلا نعم ينجروا يعملوا، لو حد بيحب الرسم يرجع للرسم كان نسيل فترة يعني من حياته. نتكلم نتواصل مع الأصدقاء، طبعا دلوقتي ما بقاش فيه تواصل إنساني، كله بقى كلمتين على الواتس ولا على الواتساب ولا على يعني على الواتس كده، فالناس ترجع تتواصل تواصل حقيقي بقى مع بعض نعم. نشوف صداقاتنا اللي نسيناها، نتعلم حاجة جديدة يعني حاجة يعني إيه المانع مثلا إن الرجالة يبتدوا يساعد الستات في الطبخ شغل البيت ليه ما يعملوش، ليه ما يتعلمش؟ على فكرة في معظم الطهال ناجحين رجالة، فمش مشكلة انه يساعد المدام في الطبخ يتعلم حاجة جديدة هو عايزها. يا ريت الناس ترجع للقراية، الناس بطلت قراية يعني. دي نقطة يعني جميلة جدا من حضرتك اثرتيها نعم. العودة الى القراءة، شعب لا يقرأ مهم جدا نعم. هو انا كل الناس يقول لك لا انا بدخل على النت انا بقرا على النت، النت بيحط لك اللي عايزك تقراه مش اللي انت هتحب تقراه. اكيد في الجرائد او المجلات الورقيه في حاجات اقيم وافضل يعني نعم. الناس يقعدوا مع بعض يبتدوا يتكلموا حتى في الحاجات
ممكن كان في مشاكل حتى يعني في يبقى فيه نرجع بقى لمة الأسرة المصرية بالضبط. والتعاضد ما بين أفراد الأسر المصرية والعائلات، ونرجع هذه العلاقات الإنسانية، وده بيأثر بالتالي على الصحة النفسية للناس، الناس تحس بالسعادة بوجود الناس جنبيها، وبتحس إن مفيش حاجة سلبية يعني. أشكرك يا دكتورة فاطمة، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الشناوي استشاري الأمراض النفسية. تفضل يا فندم. تفضل. هعمل تعقيب على اللي قالته الدكتورة الأستاذة الدكتورة فاطمة الشناوي على الجزئية بتاعت الأطفال، وإن احنا نشوف الموهبة بتاعتهم. النقطة دي مهمة جدا، وده بيسموه color therapy أو art therapy، اللي هو العلاج بالفن والعلاج بالرسم. لما يكون الطفل عنده موهبة وإن الأب أو الأم بيشجعوه إن هو يقدر يرسم أو إن هو يقدر يشوف الموهبة اللي عنده ويقدر يشجعه، دي نقطة مهمة جدا عشان يقدر ينزع الجزء بتاع القلق والتوتر. ودي نقطة مهمة جدا كمان من الأب والأم يشوف الطاقات اللي موجودة عند أفراد الأسرة اللي هو كان مغيب. مثلا بيرجع الساعة 11 بيرجع الساعة 12، ما يعرفش الطاقة بتاعت الابن أو طاقة الأب تستخدم اللي بنوه. فقال عن بلا شكل ده جزء مهم جدا لاستنباط المواهب اللي موجودة في أفراد الأسرة. نمرة 2 نزع القلق والتوتر. نمرة 3 دفع طاقة الإبداع لدى أفراد الأسرة. هرجع لحضرتك دولة في هذه النقطة دي مهمة جدا. أيوة. بتزود المناعة، الحاجات دي يا دكتور بتزود طبعاً المناعة. طبعاً هرجع لحضرتك بعد هذا. عندي مداخلة تليفونية مع الأستاذ سمير أبو لبة الأمين العام لحزب مصر المستقبل بمحافظة الشرقية. أهلا أستاذ سمير. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. ضيوفك الكرام. أهلا بيك. الشارد أبو حجي رئيس الحزب. أهلا بيك يا فندم. والله حضرتك أنا كنت عاوز أتكلم عن دور الأحزاب اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه دلوقتي. اتفضل يا فندم. دور الأحزاب حضرتك هو دور الكل فيه بيحاول بيجتهد، وأنا بأشيد مش بحزبنا بس، بأحزاب كتيرة قوي على فكرة حاولت بقدر الإمكان وبقدر المستطاع إن هي تأدي دور في المرحلة اللي إحنا فيها وفي الأزمة الراهنة اللي إحنا كلنا بنرفع فيها القبعة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهاز التنفيذي كله، وعلى رأسهم السيد معالي رئيس الوزراء ووزارة الصحة. بصراحة يعني بصراحة الأزمة على قد ما هي أزمة إلا إنها وضحت للشعب المصري كله إن إحنا معانا حكومة مدركة للأمور وعندها دراية كبيرة جدا في حل المشكلات، مش بشكل محلي لا بشكل عالمي. أستاذ سمير خليني أسألك، بما انك الامين العام لحزب مصر المستقبل في محافظه الشرقيه، انتوا كامانه حزب في الشرقيه عاملين ايه؟ بما ان شوارع الشرقيه مكتظه بالناس في هذه الازمه، طب انتوا دوركم كحزب مصر المستقبل عملتوا ايه على الارض على في في, في المجال ده؟ اول حاجه حضرتك احنا عملنا الموضوع، قمنا بعمليه تنسيق مع الجهاز التنفيذي، وده كان لزاما علينا. لقيتوا اي معوقات من الجهاز التنفيذي يا استاذ سمير؟ استاذ سمير خليني اسالك، اول حاجه علشان خاطر انا بقر كلام معالي المستشار ده ابو حجي ان هناك البعض لديه ارتكاريه في التعامل مع الاحزاب. نعم. عملنا مبادره اسمها مبادره اهل مصر، لا يشترط فيها ان يكون الذي يعمل بها من المنتمي لحزبنا، ولكن هي معموله لكل من يرغب ان هو يساعد في الازمه دي. نعم. وعملنا منشورات ورقيه تم الصقها في الجهات الحكوميه وفي الاماكن العامه والشوارع، اللي هي الاجراءات الاحترازيه ضد مرض كورونا وكيفيه الحفاظ على النفس، غسل اليدين وما الى ذلك. وهذه التعليمات خدناها بالنص من وزاره الصحه، تعليمات وزاره الصحه، مكتب وكيل وزاره الصحه بمحافظه الشرقيه. ده اولا. ثانيا، مجموعه الشباب اللي عندنا، ومش الشباب بس على فكره، والمجموعات الساده حتى الساده الامناء العموم عندنا نزلوا فعلا، وجبنا مجموعه من الرشاشات وقمنا بعمليه التعقيم بالنسب بالكلور اللي اتقالت عليها المديريه، وقسمنا المناطق عندنا لمربعات بحيث ان احنا ناخدها بشكل جدول. اي مكان بيظهر فيه حاله او اشتباه في حاله بيعقوبها على طول. بحييك يا استاذ سمير، شكرا جزيلا.
لحضرتك أستاذ سمير أبو لبة الأمين العام لحزب مصر المستقبل في محافظة الشرقية. أرجع للدكتور محمد حلمي الديب الطبيب الفنان. المناعة، يعني احنا كنا بنتكلم قبل المداخلة التليفونية بتاعت أستاذ سمير عن أن الطاقات الموجودة عند الأفراد الأسرة من أطفال ومراهقين وغيره ممكن أنها تحسن المناعة. يعني ازاي نحسن المناعه بتاعت الناس في هذه في هذا الوقت؟ طبعا يعني طبعا زي ما حضرتك قلت وزي ما الدكتوره فاطمه الشناوي اتكلمت وزي ما اللواء الطبيب محمد رضا عوض، الجزئيه مهمه جدا اللي هي نبذ القلق والتوتر، ده بيرفع مستوى المناعه. الناس عندها قلق شديد. حضرتك اللي انا لسه قايل دلوقتي عليه، استنباط وتشجيع المواهب للطفل سواء كان الغناء او سواء كان الرسم بيرفع مستوى المناعه بلا شك، ورفض القلق والتوتر. نمره 3 التغذيه. نعم. احنا قلنا الكلام ده كبير قوي، هنتكلم في التغذيه. دكتور انا اسف تاني بس عندي مداخله تليفونيه من الدكتور سمير عنتر مدير مستشفى الحميات في امبابه. دكتور سمير ازاي حضرتك؟ اهلا يا استاذنا. كل سنه حضرتك طيب، وطمنا على مستشفى حميات إمبابة وأداء مستشفى حميات إمبابة في هذه الفترة. شكرا لحضرتك. وطبعا احنا كمستشفيات حميات عموما، حميات إمبابة طبعا من ضمن الفريق الطبي الهايل والجيش الطبي، طب نقول انها الحمد لله رب العالمين، يعني الناس كلها موجودة بننفذ البروتوكول العلاجي اللي اتفقنا عليه في العالم كله وفي مصر. نعم. والحمد لله رب العالمين كل اولادنا وبناتنا شغالين على قدم وساق، مفيش مشاكل، وربنا يعيننا جميعا. وازمه جديده وزي ما حضرتك عارف انها يعني ما حصلتش قبل كده ابدا. ازمه غير مسبوقه يا دكتور سمير. من السوابق اللي قبل كده الانفلونزا الخنازير وخلافه. نعم. او قبلها الانفلونزا الطيور او السارس قبلها، او كان في انواع كورونا موجوده في اول الالفينيات. كل ده كله خدنا فيه نوع من التمرس، والحمد لله رب العالمين يعني قادرين نقوم بواجبنا باذن الله في خدمه الوطن زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بحاجه. بننصح بايه يا دكتور سمير الناس يعني اللي هو عنده شك بسيط؟ يعني ممكن ناس التوتر والقلق عامل لها شكوك ان هو احتماليه ان هو لدرجه انها وصلت لدرجه الوسواس ان هو مصاب بهذا المرض لا قدر الله، تنصح الناس تعمل ايه فورا ان هو عشان يتخلص من هذه الوساوس؟ مش هيتخلص منها لوحده، لان هو ما يعرفش اذا كان ده وسواس فعلا ولا ده مرض داخل عليه. ودي طبعا مساله ما ينفعش فيها ان احنا نقول ان كل واحد حاسس ان هو او شاعر ان هو عنده مرض شبيه باعراض الانفلونزا يبقى عنده وسواس وخلاص ونقول له اقعد. لا، هو طبعا بيسالنا عن طريق ال 105 وعن طريق الاتصال يتصل يتصل يا دكتور، يعني لو هو شاكك يتصل على طول. طبعا هيعمل ايه؟ وما يسالش واحد صاحبه ولا يسال حد من موجود معاه على الفيس عشان ما يبقاش الدنيا تغرق زياده بالفتاوي اللي هي لا مالناش دعوه بفتاوي السوشيال ميديا خالص. احنا نتصل بالجهه المعتمده اللي هو الرقم اللي حطاه الحكومه المصريه، نسال على طول ونبلغ. شكرا دكتور سمير عنتر مدير مستشفى حميات امبابه الاسبق، شكرا جزيلا لك. يعني انا سعيد جدا، انا في عجاله يعني وقتي انتهى في مساله التغذيه في ربع دقيقه. التغذية الطبيعية دي مهمة جدا، وان احنا بنقول السلبيات والايجابيات وما بعد الكورونا، الافراط في وجبات التكاوي، الحاجات اللي هي الخضار الطازة والسلطة الطازة، الخيار والطماطم، الفاكهة الطازجة بعد الغسيل الجيد، كل دي مهمة جدا. التوازن الغذائي لكل الاطفال وجميع افراد مصر، وانا واثق 100% ان ده هيرفع مستوى المناعة ويقلل كثيرا. شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد الديب استشاري جراحة العظام بمستشفيات التأمين الصحي ورئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية. ست المستشار كلمة أخيرة، وحضرتك موجود واحنا خدنا منك وعد على الهواء ان انت هتفعل هذه المبادرة او هتحاول ان انت تفعل هذه المبادرة لمساعدة مصر في هذه الأزمة. فضل. ان شاء الله. يعني انا بشكرك وان شاء الله بتوجه بالدعاء انه يفك هذا الكرب من على الأمة المصرية والعالم كله ونرجع لطبيعتنا. وإن شاء الله برضو أتمنى من الشعب المصري يبقى شعب واعي ويستمر في وعيه لانتهاء هذا المرحلة
وهذا الوباء إن شاء الله. أشكرك سيادة المستشار رضا أبو حجي رئيس حزب مصر المستقبل. يعني في نهاية هذه الحلقة من أبعاد أخرى، أنا بدعو الشعب المصري للتكاتف، أغنياؤه وفقراؤه، يعني الأغنياء اللي بتعمل موائد، كانت تعمل موائد رحمن وتصرف عليها مبالغ، ياريت نجد آلية إن احنا نساعد الناس الأكثر احتياجا الفقراء في ظل دخول الشهر الكريم شهر رمضان. يعني اللي كنا هنعمله في موائد الرحمن نعمله على شكل مساعدات، ليه ما يكونش فيه كرتونة ولا حاجة تتوزع على الناس، وممكن إن احنا يعني لو حد بيعمل هذا الكلام يتواصل مع الدولة ويتواصل مع الأحزاب، وإن هو يحاول إن هو ننظم هذه الجهود حتى نجتاز هذه الأزمة. وأنا بقول كمان للمصريين، عموم المصريين، إحنا مش قلقانين، إحنا قلقانين بس من المرض، لكن إحنا واثقين في مصر، واثقين في القيادة السياسية، واثقين في الجيش المصري. أنا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر فريق الإعداد، فريق إعداد البرنامج، الأستاذ حمدي أحمد، أستاذ أحمد النحاس رئيس التحرير، أستاذ محمد فؤاد، تحياتي صفوة العربي، أراكم على خير.